مرحبا يا ولاد يا بنات، كيفكم؟ اليوم بدي اورجيكم كيف انا بدي ازين القوارة القديمة اللي كانت عندي. بدك ازينها اعطيها لون وحيوية احسن ما اكبها. لايه بنقدر نحطها كمان هيك عندنا بالاوضة، نحط فيها اقلام او مثلا نحط فيها ورد، ايش ما بتحب. اللي بحاجة له هو هيك وعاء فيه مي، بنفع كمان نزين كوبايات، ايش ما بدكم. وبحاجة كمان لا مناكير، بنفع لون واحد، بنفع عدة الوان حسب اي لون بدكم تكون القوارة. وبحاجة كمان لعودة عشان نحرك المناكير. انا حابة تكون القوارة تاعتي باللون الازرق، لون برتقالي، لون الاحمر الغامق. طيب ما نبلش هيك، بدنا نفتح اول لون مناكير، بدنا ندير اللون الازرق، بس بدي اخذ اللون البرتقالي. بنفع نخليهن هيك، وينفع كمان نعطيها صورة. وإسا للجزء الحلو، بدنا ناخذ القوارة ونحطها شوي شوي بقلب الوعاء. واحد اثنين ثلاثة، خايفة. يلا مريم يلا. احلاها توما، احلاها. اسا بدنا نخليها تنشف، حطها على شي كرتون مستعملين. واو شوفوا من تحت محلاها، واو. طيب اسا قبل ما هي تنشف بدي اعمل كوباية. طيب اسا عشان نعمل الكوباية، بس هي كوباية وسخة فبنفعش نستعملها لإشي، بنفع مثلا نحط فيها العيدان، بنفع تحط فيها أقلامنا، محايات، إيش ما بدكم. بنفع كمان نحط فرشة أسنان، أشياء. لازم أول إشي ننظف المي من المناكير، فبنعمل هيك ناخد كل المناكير. طيب المي بدهاش تنظف أكثر من هيك، فإسا بدنا نعمل الكوباية. بدي أستعمل كل الألوان. طيب اسا نحط الكوباي. ولا انا منفعلة اشوف كيف بتصير الكوباي حلوة جميلة. يلا بدي احطك ايدي فيها عشان تغوص كل الكوباي. احلى، واو محلى، شوفوا واو. طيب دي صارت هيك مليانة حيوية، من قبل كانت هيك بايخة وبهتي ومش لذيذة، واسا صارت واو. مرحبا انا كوباية مغنوشة كتير امور. حلا. طيب اسا بنخليها تنشف. هاي نشفت، بلشت تنشف. حلا انا كتير مبسوطة. وبعد ما خلصوا ينشفوا من ديدان بنفع الكوباية مثلا نحط فيها اقلامنا، ونحطها على المكتبة بتطلع كتير 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 حلوة، بتزين لنا كل المكتبة. بنفع كمان قلب القوارة نحط شتلة، أي شتلة بتحبوها. ياي أنا حطيت شتلة بقلب القوارة، وحطيت الأقلام التلوين تبعوني بقلب الكوباية. شوفوا ما أحلى، يلا قديش هيك لون صغير بيقدر يزين لنا كل المكتبة. بنفع هي كمان نعلقها، بنفع نحطها هيك كمنظر. يا ولادي يا بنات، اذا حبيتوا شو عملت اليوم اكتبوا لي تحت بالتعليق شو رايك، واذا انتم كمان حبيتوا تجربوها ما تنسوش كمان تكبسوا على كبسة سبسكرايب. الى اللقاء، راح نعمل حفله.